كتاثلو للهم يا سما معكم ديو اي سما معكم من يرد اكم ديو اي رد اكم من اقول اللهم اشرح صدورهم لبهم كفتهم زمحواتي زنحاتي زي درسناتي كرد ام مو سمعت يطرح كين خون ابتكبر كانوا علو النبلكو لا بحقي كم تنعي ترد اني ناخذكم رب خرد اكم تسفنا قبركو ان شاء الله حزنا يدلنا درس اب موتنا يا رسول صلى الله عليه وسلم يدلنا دحرز كل بعزو نعسران سلسن عمد تقعيزهم اب دعوة رسول صلى الله عليه وسلم بموت كبز عالم تفاليهم كم ما نمسب مواتاي سلسخونو مويتهم رسول صلى الله عليه وسلم سلزي كميلهم يم مويتهم دحرموتهم كنتاي كوينهم إذا كل زي كان رد كفتن إن شاء الله. ولذلك يقول سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون. نعم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد يعني قد مخاز نبرو ميتهم يم كلهم أنبياء أبزع علم زترف يلن أبزع علم نزل علم زنبر يلن أفإن مت فهم الخالدون صحة ميت كاسي بالحري خاز يموت سبار لو تحسب كلهم موتيو كل نفس ذائقة الموت أبزده ولنادرنا إن شاء الله. يقول سبحانه وتعالى سورة إذا جاء نصر الله مسوردت زئا مردئن رسول مخانا سيدنا أبو بكر تردي أماسي بزح بخيوم لنا مغناتو يتسلمنا تميمو يتسلمنا أخيلو مليئ إموني حج كل سب مسلمنا يرد الله يعني كم زو حج كل أرسلمنا أتن حر إخانتا محمد استغفار قبر مهناتو عدمي خان أجل كان يأكل سلزلو نابايك صحبك سلزخونكو استغفار أبزح إلو رب سبحانه وتعالى. ويقول العلماء يا أخوة إذا حج السمعون ذلكم عبيتينا إشتو سب حميم كات رح يكون زموت بمكين حدا قاي موت انت الشو الكون موت يو نعم إشو هو قيها كات موت يعني إرقان مسيو كات موت بزخون عالة موت خيلخا ساعتان دحر مسيا بوتون ساعة لحر مسيئو رب سبحانه وتعالى كبزي العلي إذ وسدك سلزي كبزا سورة زئاء إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح أنت محمد دينك سلز أخلي تلأخك يوم الأختي سلز بكعك كاب حج نيو استغفار أبزح من تاي نباك وسدك سلز بولو علماء انتاي لهم حدا سب موتون لحر فريتو بحمام يخون بإرقنا يخون بزخون عينت بحجسي ناموتي إلو نحر نفسونا قيراتو كالو كل قديفو استغفار يبزح نمنتاي نحمسا ريسوس عمت تخمري زنبي بسلستم عثي توبايلو استغفرو كل خدم سوسوس لزخيل مشغول يخونا باستغفار حدا سب حميموسي كموتي انها تبهلا كلوسي ابحت اوقت او كزارة ايقبان والله انا اذكرني يا جماعة انه نقركم باذني بعيني زر اخو قنا قول عثنا لرنا اما اندفع رأيو حدا سب اي ودي سمانين حموشن عمتي خوون يعني اب عردك اسو ياسين انه تقر قلو كموتي لوم ياسين قر قلو قل ملي خمسات انه تقبرن كلو تاروح حان ساعت متسا حان ساعت خيد اندع شوية تاروح كتمتسن كلا متر اسهابوني بال قرب حفا بلوم اما متر اسهابوني خمزي بال تفلت انتاي زارب نيرو سبحان الله العظيم ربي فسبح واستغفر لذنبك ايبل بس انت ايبل انت مصطفى عركي هي تا امريكا سي روسيا خو عكا تبلا لا اي كذا كتو عكو يتخيلنا روسيا كو مرتع زي هبي يعني روسيا كو ثمن كوي اي كالن كوي هو انت بوي كلس ال كاندو دك سحم كهذا لها ايبلو هو تا مسيلوكا حجي دك سن كنو ختز يبلن رو تابرت انا دما عباي برطانيا نابرتكو كمزان جواب تحت تحت النخونات كوساكو حوت اقود دلا يبل كاني دهر بعد حمش ساعات مويت سباي سلازي حدا سب مماتون دهر فلت كوينو وي بحمام وي بارقان دهر درقا ازاد الدنيا قد فايز من دهر كوينو سني كان اكو خزار زي قبا بجك استغفار يا رب ابز الدنيا نيري كندي زنب غيري كندي صبو غيري كندي حماق غيري أبينا إبوتاي أبينا إفردي سلازي فلد يا رب نابخا متسأل لخموني تسفاي نابخا إيو غفر اللي عبيت زنبز قبركو ناشتو زنبز قبركو خلو كي إلا إخا عيت حتة نخا نمنتا غفر كارلو زيت بهال عبي قويتا إخا مو
يا ربي أب سجود يودك قال له غفر لي كم زترح يبزح مس رب تعاري ويموت انبري سبحان الله أنا يذكرني حدي ودي دار قرب 9 قراربي سبعي إذا الشجرة نمر واحد تبواتر يقول لكم فانديز خون الشجرة قصر حدي قدم نسان ناسا تيموتو كما هو تلو حامي موسى بنا حلو وسني تيابو لمسلي يبل أنت أنت أسخني تاشقارة مسلي تاشقارة واللي عمي مف ونبلي شوي حنقول أنت إدبال أبيلو بعد ساعة ساعتين موتو مالتيو سلزي يا جماعة حسن الخاتمة حسن الخاتمة حسن الخاتمة رب سبحانه وتعالى نقول لنا حسن الخاتمة يهبلنا لكن نتا نفسها تحق ذات إلخاء يا سب إنا موتي يتصرف إنا موتي نبيع لقنا الزرب إنا موتي نيجنزب الزرب هذا سب إنا موتي لموسي دحر درجة سكرات الموت كوي حزو حجي سلسة دك أنا يرمو هبتا من يرو دكورات اللوغ اللوغ الملا دحر لو تمحمل ديب اللو ناخو بوي إلو و تسعيد كبير لو ناخو بوي إلو بربدي التسعي سوعي ها أبزي السخوب تدكوان دامن حلو اللو كيرسكي تدكوان رأيوه كمونا بلد حر ساعة ميتو أنت أي تموت سي حسنو ديز مسلم قليهم ويس تموت سي كابز خير كاسي أنت أي أن أنت أي مسلم موتوكو مفلاي مالتوكو يا جماعة كاب الدنيا كاب تتفوتون كابتي نزل ألم زأكب كاي قنزب رحرح حبل كاي تخيد ثم زفوتهم دك خان تفوتهم سبيت خان رحرح كاي تخيد اللو عبي نقلة أكويو لكن سبات سبحان الله كابز الدنيا خوصن كلهم خمز عينة موتو ولذلك يقول سبحانه وتعالى فسبح تسبيح بزح تكبير بزح حمد بزح استغفار بزح الفل استغفار بزح زنبخة أدها خمز ولدتك نسوه هتسان كم أخين كابز غدها توسئلوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب وهذه نعم بدحريو وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن أن رحيله إلى الدار الآخرة قريب قريبهم كم زموتوا قريبهم كم زلوا ببزح نقرات ربنا قيروهم ونسومون رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة قريبا لهم قموت إلهم تزاربهم مالتيو طيب يقول نابنتي لهم يا معاذ لهم سيدنا معاذ بن جبل نيمن كفانوهم كلهم تاي لهم يا معاذ لهم سبحان الله والله إني لأحبك والله إني أنا فتوكع لهم معاذ سبحان الله بالحرين تايل أمه يا معاذ إنك عسى أن تلقاني ألا تلقاني بعد عام هذا كده موني يا من نعم تزل أخوها قبر موني ممكن تمليسكا أكثر خبنن تخون بموت كبز الدنيا في الله يخون أبكال الرواية أن تايلهم لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو بقبري بمدينة مسيخاسي وي مسجديك تركب يخا وي قبرناتك تركب يخا إلهم دحار بخيو سيدنا معاذ بخيو بخيو يعني تملي سير رخبك كان يا رسول الله ممكن ترخب أن تقون يعني كم زموت سي رب سبحانه وتعالى أففنا تقليه بوم نيرو مالتيو طيب جاءت فاطمة حدق زي ستنا فاطمة نسيعة رمضان نيرو دحار دك إسوم نيرو رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم إلهم عائشة خوش لاني رابقو أنت فاطمة قولي نعمو إلهم حقفة بلهم الحرب إذن يروم ما حد نقدر مثل قروه بخيا الحرب من شمس نحيلهم أبطع إذنخ أنا قلنا يروم ما صحيقة الحرب عائشة أنت إيلك صحيقك أنت إيلك خبخي خمس ولاتا أنا نقدر كني مستيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسموت جن نستنا عائشة نقدر تمالتيو يا عائشة تما جمر يا كو حشوخ زبولوني جبريل سي رمضان رمضان النامز إيه قرآن يراجع عن نيروت قرآن سني كي تأفق بحمد لي اسكغر علي قرآن بلن مو كامل قرآن قرأ له بل صبو على الخايب لني هجيق نبزا رمضان زي كلت تشع سمي عنا قرآن كلت تقزي بزا ورحزي قرآن سلس سمع عني يعني مخادئ وأنت فاطمة عليك موتي لما بخيا سنحي لما انت لما يا فاطمة لما ألا تحبين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أيدك جنة أنستي ويتنا تاتا مراحتنا تاتا أميرنا تاتا تكون كوخي مسؤول وخاني فقق لهم
سلازي مماتهم كم زقربة في رمضانتي يعني تتمعهم بالحريو بمن تأم ميتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعنكفهم اليوم تقتلهم اليوم بمن تأم ميتهم. يقول كان سبب مرض النبي صلى الله عليه وسلم مؤامرة يهودية نا يهود مؤامرة يلوم رسول صلى الله عليه وسلم خيبة بهالعباي ناي تمري ناي تمر ناي أتكلتن عدئة نعاء تواقي أم نسأم سو سوا أبتي أبود نبرت حانتي يهودية نيرا ناي بحق إن رسول صلى الله عليه وسلم تصال أم نيرا لكن بآفاقم كم تفتوهم تعلل نيرا رسول صلى الله عليه وسلم كم تفتوهم لكن تصال أم نيرا انتا إلى خيبر مسأت أبو رسول صلى الله عليه وسلم إزي رسول نحكم سي انتا إز فتو أنا بقعك حرد يموني كابز بقعك سي انتا إز فتو إلى حتيتا انتا إلى ما ذراع فتو يعني إدنا يبقع إز فتو إلى ما نتا إدنا يبقع وسيدا صبوق غيرا أبكر مأتيا حاشيا بسمي غيرا حاشياتو بسمي نتا استايسني أتالي سمي برتوع سمي غيرا مس زيت حواويسا نبتسقا وشتئتيا أبتلا تانا تسقا لحقاي رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه تما قدم سيات اللهم مستقم حدا بشير زبها النيرو كان أثو النيروم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر العلم تما ستح مس أقربتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شوية مس أبقفهم مسأتوا تاسقا نحاق إخوة تاسقا تزاريبا بدأكم تاسقا تزاريبا انتهي لاتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عيتو حتو سيسقا استملني إلى تداربات السقاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم كما العلو أي تبلعوا أي تبلعوا نعم ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة سلزي زازي رعزي أسني زي تقازي سميت حشي ولو سلزي إلكما العلو رسول صلى الله عليه وسلم شوية حيب خمس لزو حاتو قابتي ماينا تولها قلي بسمي شوية تولي أم بشير زبها الميرو قن حتى سلزو حتى تسقى برسمس لزنبه شعو ميتو مالتيو كلهم تزبلعو كلهم موتو نيرم. ثم قال في وجائه الذي مات فيه تلزي رسول الله عليه وسلم كمتون قلو انتايلم ما زلت أجد في الأكلة في الأكلة في الأكلة الذي أكلت بخيبر بخيبر تا يهودية سمقي راسقا زابتني قروكا في مرقنا تسلزو حتى كسي كسعلومي تساقين نيرا حجون تقوني نساء أخذ قتل الندليا بتعم يساقين نلو إلهم رسول الله سلم فهذا أواني تقطع أبهري يعني حجكو تسور ناتي مثل بالتراخبي روح تسكيمو دولو تسور سراور مثل بيت رقيب دولو نسوك قررز قريبو حجسي وناتو تسميز بلعكوا تساقين الله إلهم. فجميع علماء تايلهم جمع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بين الشهادة على يد قتلة الأنبياء من اليهود وهي أكرم الميتات يعني موت موت لو نجنا شهادة نبوة بحسب حويس اللهم رب سبحانه وتعالى نبيهم رسولهم نجنا شهيد كون موت لو مخنعته بتسمين حنت يهودية يهود كندي أنبياء قتلهم قتلت الأنبياء قالت كندي أنبياء قتلوا زم يهود زيهم بقرآن تتقصنا قريب سلزي شهيد أميتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أميتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كا أميتهم سلس عبيتي قرمح أميتهم كابز الدنيا نبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة ماتهم رب سبحانه وتعالى خيروهم من رجع أحبوهم الله أكبر من رجع أنت أنت مسلكم حاج زي أبو موهيبة زبهل صحابي ليت تسأم أنت يا أمو يا أبا موهيبة نعم يا أمو حجزت خيد يا أمو دعا قبرنا ثمو تاتح واتي مسايدة خيد يا أمو يقول عن أبي موهيبة موهيبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال يا أبا موهيبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع نزم أهل البقيع استغفاق قبر اللمسي رب أزيزني أمو مسايدة خيدي لهم نمس أم كيدايلو انطلقت معه فلما وقف بين أظهرهم أبتي قبري دول رسول صلى الله عليه وسلم دعاه قبره مسدليو انتايلهم السلام عليكم يا أهل المقابر أنتم أبزغبر زلكم أحواتي أسلام سلام يبصحكم سلام عليكم إلى أمم إلو بالحري السلام عليكم يا أهل المقابر
نعم ليحنأ لكم ما أصبحتم أي سبوز لكم طيب حكي يعني نمستقن صبوق لكم إلهم مما أصبح فيه الناس يصوم قد يفكم من تخدو سباد داني سولوس كاب ربوع تحيش ربوع كاب سولوس يعني تخبد تمعاتي إنا خلسي إنا تبلاشوي إنا تبلاشوي تخيلو بحيكم كو أنتم موتات زمن إنا تبلاشوي إنا تسيق إنا تخيلو إلهم لو تعلمون ما نجاكم الله منه ربو كاب كنتي زنبن كاب كنتي فتنانكو أوصيكم زلو أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها أخرها الأخرى شر من الأولى يعني لومي كبت مالي يعني يخف صبح قبله مخف ده صبح كبت صبح خف يعني تجزسي النقف النقف قيد اللومو الحمد لله ريحكم لقيسكم هني لكم كلوا ملو طيب بدحري قال ثم أقبل علي ده حق جلس إلهم نبي جلس إلهم يلو أبا موهبة إزدار بزلو نبي جلس إلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا موهبة أنت حوي أبا موهبة لهم إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة رب سبحانه وتعالى مرت سيلوني لهم أبا الدنيا كسر يوم القيامة ختسنح زنوحة هي وتكبكة مفاتيحنا الدنيا خبكة نزخل سحاء جرديك قبرة الدليقاء وركن شرقنك قبرة الدليقاء نزخل الدنيا عبتان ششيان وركن يعني بروران كله مفتحك بك الحمد لله كاقرك أما الدنيا ششيخ تبن أمه علمي خاها تسع يوم القيامة تدبر أما شرشيخ أمس موتخاء جنة أكو ويكم زمرس إلى أمه الله أكبر كلها من مرسات يا أما الدنيا نعمة هونك نشحات عمتات كتنبر اندقنا زلب كاينا انا متلقى مس موتك قاتخيل قجنا خناتو ازي متسلمو وي زيهم طيب يقول وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنه ويكاني حجقت موت قط الكام تربقت الرقب الجنه خناتو كبتي برسل ربي لهم تنت كنت برجع أبد الدنيا كسع بالقيامة تنبر دستنيا خونكا بل مفتحنا يا الدنيا كله خبك الحمد لله كان قبركا كسع يوم القيامة تنبر بالحريق تموت لجنة خطأتو كم زلك شكا ولا حج ختموت سربت رعبك بجنة خطأتو يروس أمرس أن ربي إلومن أبا موهبة تزرب ومالتيو قال أبو موهبة قلنيا هاي الدنيا مفتح تقبل خبر رب سبحانه وتعالى ششاي سقان وكل سبك تريح من تن والخلد فيها أبدنا نسقع من القيامة ختنبر أمهم فاتحنا الدنيا بيتك خينو ثم الجنة زمتك هاي الجنة قاتو أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إزلي تبرز إلوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله إلوم لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي عز وجل والجنة بل حجي أمتني أحري أبجناء توني لمرسي الدنيا يدلياني ولا مس بتأزقا ولا مس مفتحا نتسلمني الدنيا يدليني يا أخوة نزرة سحنابا معلتي تحقوس شو عدت معلتي تحزن حدا معلتي سعداء مش معلتي تسألي مزلنا ينابرا بحسا بواهي نبين أن تزعب تخيد كنت مع تتحق سكاعة تتبع التوقيه كذا الدنيا زيئة مر ماني بحمام برقنا بدقنات بخندي وردت شمل الله 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 بلد لنا مزخلو بس حتى فتيايا دم نفاسة سلال لنا بل نخرب بيوت الناس من أجل هذه الدنيا كابي جميركم كلها نحبنا فقرنا الدنيا أبدمنا أتي أرنا الدنيا أخيرا أرسعنا نزادك تقم أمو تتصحفلنا إذ متص كلا أي نقر أبزيد ليتنا نموت أبزيد ليتنا نولد أبزيد ليتنا إذ كل زن كله رسول الله صلى الله عليه وسلم كحزب لك كبر أمو دم عد مخصق يوم القيامة حد من أخطاته لا كبزو الدنيا مخالح شدي يوم مالتي طيب ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف فبودي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه كم عيل مسكدو حمام جميل ومالتيو وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خير عبدا
أنت إلو خطبة نجبرو ربسي نحن باريوسي مرس إلو أنت إلو مرس إلو بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد الدنيا ما عند الله الدنيا نحشك أخيرا تبعيلو حدسي مرس أسبر ربسني أخيرا حشني إذا الدنيا دلياني إلو مرسو السمك النفس منكم تذلو سبقنا يتردؤون بجك أبو بكر سجد تردي أمانتي طيب مرض النبي صلى الله عليه وسلم حبيبهم وقال لما اشتد عليه المرض مروا أبا بكر فليصلي بالناس سكيئتك أحكم حجمه أبو بكر صدقتك أحفو يسجدي لهم رسول صلى الله عليه وسلم لكن ستن عائشة تأجر سيدنا عمر عزيزة سجدي لاتهم فرسول صلى الله عليه وسلم لك اسم فلو دمستنا سيدنا عمر بسمعوا انتهي لهم سيدنا عمر كبيت دمسين يأبى الله ورسوله يأبى الله ورسوله يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر عمر كسد دليون أبو بكر يسجد أبو بكر يسجد لهم رسول صلى الله عليه وسلم أبكال أي جزيخ أني انتهي لهم ستنا عيشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أصيف يعني أخوينون تل أبو بكر أسجدوسي سدس هاي بلونيو أولا بخائيو دمسو يسمع زي القرآن يسمعني وبتعمت بخائيهم تسبري لبزحات يومه بسبب لهم سلست جزي أبو بكر يسجد كويد لهم مسحقوا انتالوا ما مجرشا إن كنا لصوحبات يوسف صار تنسي يعني أنا زبك اللي يسمع حريقهم صلى الله عليه وسلم حريقهم في اللغة التي طيب بدحريو وقال عبد الله بن مسعود يا رسول الله هذا كذي رسول صلى الله عليه وسلم مسكم سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حميمك اللقاء مسلمني أم حميمك اللقاء مسلم نعم إني لو أوعك وعدا كان لرجلين ما تحملوه يعني برتوح ما حزن له كلت وكوزيتكم وحمامي فرسول صلى الله عليه وسلم أبو سيدنا عبد الله تايل وما قلت أجر لك كما يا رسول الله قال نعم تأجر لني مناته تتب زي سكمو حمامي وريد ان يدلو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه اذى من مرض فما سواه الا حط الله به سيئاته كما تحط الشجره اوراقها يعني حدث ابن دحر بحمام ويبحد انا قرت ساقي وسي امزيك ورقتنا اوراقنا ام سقى سير قف سبل كم كويزر قف سلزس أنا بدي حمامي زي دلني أشيخ مع بيتي جيجاز بوركو همزقهم نار قفئو إلهم رسول الله سلم وكان يدخل يده في قتح حجي تاني قتح ما يزحل أقيرهم أمتئهم ولمسني ما يتنأثوا بسهم كمزقورو بجرق قيرهم كوهم حجي أصني حزوهم بتعمل رسيهم رسول الله سلم بجرق قيرهم أثيهم أبزقهم كمزقورو ثم يعني حفاية وطيئ هنا هو شرة سنسلة النوم سكرات الموت سنسلة تقربة بتجر قدر ورسم خمس دبرو حفاية وطيئ كأنه فلح أي وطيئ كثير مالتيو يدخل يده في القدح ويمسح وجهه بالماء ويقول اللهم أعني على سكرات الموت اللهم أعني على سكرات الموت بلو رسول صلى الله عليه وسلم ولما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه يعني سكرات الموت مسحا زوم حسب تارك تخيط يتسويد يبور مسكنو فقالت فاطمة وكبرت أبوي أبوي تساقيو أبوي تزحممو أبوي كل مخأس وزحمام مسبلا قال لها ليت على أبيك كب بعد اليوم أجقي فاطمة علي كان قجن نشقر توديئو كان حجن نسي مسرب رقيبه جنان رهوان ششاين تديك كربز بحالي بالليل تنكز بحالي بالليل إن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم اثنين نقنا أبو بكر الصديق رسول صلى الله عليه وسلم حميمهم تستأثنهم تخائلهم لك يسوهم كلو سيدنا أبو بكر يسجد رضي الله عنه وفي هجي الناس قد سيدنا بكر الصديق وتوقع مأمومين كلهم مأمومين كانوا يقولون كله رسول صلى الله عليه وسلم بحي لتساقيهم فكشف النبي صلى الله عليه وسلم وجرى يعني نتا غرفاناتهم بس قلت لها قيمة بيت بيز أمنا نتساقى نتما قرد جاء قرب كفت تابي لومتي
نحمد تقدم رأي ومنه نظر إلينا كأنه ورقة مصحف أخوان تقدم سني مهتم قريبون شاش شمس نايورحي تقريس أو رح تمثل لهم دحري كل أنا أفتنا أثينا مغنعتو قصهم نوري مسترين رسول صلى الله عليه وسلم حاوي يومنا كم صنع من الله سقط خلاص محر تحواسي تردشنا الحرم استرقنا فقد له رسول صلى الله عليه وسلم وكانت هي آخر ابتسامة مترشة نتامة رجع صوى بلوما لهم عائشة حقوا فاتهم مارتي أبزيدوا كبير إن شاء الله تقولوني قصي لي أي تود أنا له رسول صلى الله عليه وسلم والله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم هو نبي الأمة والقيامة جن سبع لماي نخل نبي يتيم يتيم انت عن السعيك من السعيف الدخل السعيف بسوحة أنا صلى الله عليه وسلم ينبس يوم ولا شوق كيلوم ولا كيلوم علمه علم من لدن حكيم حليم رسول صلى الله عليه وسلم مستسقل تأجي الله يتكلم يعني زغلت في جزيعة النائب لم ذاته وبه